تفاصيل أوفى مشاهدينا الكرام. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور إكرام، أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور إكرام، ما تعلمناه في نظريات العلاقات السياسية أن كل الأمور متاحة ما دامت تخدم أطراف العملية. في العام الماضي كانت هناك نقلة نوعية في العلاقات المصرية الجيبوتية، وقام فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تاريخية وهي الأولى من نوعها لدولة جيبوتي. تم طبعا خلال هذه الجلسة عقد لقاءات وجلسة مباحثات موسعة. في نظر حضرتك أهمية هذه العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجيبوتي في هذه اللحظات أو في هذا الظرف الراهن؟ طبعا خلينا نقول انها علاقات اخويه وعلاقات سياسيه واستراتيجيه واقتصاديه تربط بين مصر وجيبوتي، ويمكن بنبني الان على الزياره التاريخيه اللي قام بها السيد الرئيس في العام الماضي لجيبوتي، وهي يمكن تعتبر اول زياره لرئيس مصري الى هذا البلد الشقيق. نعم. بنفهم ايضا اللقاء بين السيد الرئيس وبين رئيس جيبوتي اليوم، واللي بدات زيارته الرسميه من امس، بنفهمها في اطار المرونه والاستقلاليه في السياسه الخارجيه. يعني تشوف حضرتك ان الرئيس كان في الايام القليله الماضيه في زياره للصين وحضور الاولمبياد الشتوي في الصين ولقاء مع عديد من القادة والزعماء على هامش هذه الزيارة، إضافة طبعا إلى لقاء القمة المصري الصين. نعم. وده بيعكس في السياسة الخارجية المصرية ما يطلق عليه التوجه نحو الشرق، يعني نحو القارة الأسيوية. النهاردة أو منذ أمس في زيارة لرئيس جيبوتي إلى مصر في لقاء مهم على مستوى القمة بيعقد اليوم بين السيد الرئيس وبين رئيس جيبوتي، وده بيعني أيضا اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وده اللي بنطلق عليه في السياسة الخارجية المصرية محور التوجه نحو الجنوب. الجنوب يعني القارة الإفريقية، القارة الإفريقية اللي لها أهمية سياسية، أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر. نعم. طب دكتور إكرام، إلى أي مدى تتفق أن الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر ليست الحالية ولكن منذ سنوات، ولكن في الوقت الحالي الأمر مختلف، إلى أي مدى يعني تتفق أنها تعبر عن قضايا القارة الإفريقية في المحافل الدولية؟ بالتأكيد مصر والقيادة المصرية بتعبر عن، خلينا نقول، آمال وطموحات وتطلعات ومطالب القارة الإفريقية في العالم ككل. يعني شوف حضرتك أن مصر لها مكانة في القارة الإفريقية، مصر تولت زعامة الاتحاد الإفريقي، مصر بتهتم بقضايا التكامل الإفريقي بالتعاون الإفريقي، مصر بتهتم بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، تعمل على إيجاد الحلول لها، سواء كانت هذه التحديات سياسية أو اقتصادية أو مناخية أو تحديات تتعلق بالإرهاب أو الهجرة، يعني كل أنواع التحديات بنجد أن مصر لها فيها دور والقيادة المصرية لها فيها دور. وخصوصا ان مصر هنا يعني هي المدخل للقاره الافريقيه امام العالم، يعني تكلم مثلا حضرتك عن الاتحاد الاوروبي. نعم. مصر لها دور مهم كمدخل للقاره الافريقيه، نتكلم عن الصين، مصر لها دور ايضا كمدخل للقاره الافريقيه، وهكذا. اذا مصر بما لها من ثقه في منطقتها وفي القاره الافريقيه بتهتم اهتمام مكثف بكافه القضايا وكافة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية، وتعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات والهيئات المختلفة في المجتمع الدولي. وده اللي بيعكس اللي كنت لسه بأطلق عليها منذ قليل، سياسة أو محور التوجه نحو الجنوب في السياسة الخارجية المصرية. الجنوب يعني القارة الإفريقية بما فيها من دول، بما فيها من طموحات، بما فيها من ثروات، كل ده مصر الحقيقه بتقوم وايضا نقدر نقول لها بتعلي صوت القاره الافريقيه امام العالم من خلال مؤسسات الدوله المصريه ومن خلال القياده المصريه.
نعم. طيب دكتور أكرم، في اللقاء الذي جمع الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي ورئيس كينيا، تم التباحث في هذا الوقت على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة عن القضايا العادلة في القارة الإفريقية، وكان على رأس هذه القضايا هي قضية سد النهضة، ويعني قانونية دور مصر وقانونية حقوق مصر التاريخية في هذا النهر العظيم. المباحثات تطرقت كافة إلى كل ما يمكن أن يكون له الحق في حق الدولة المصرية في هذا الموضوع. هل من الممكن أن يتم التباحث مرة أخرى في هذه القضايا وحقوق مصر التاريخية والتأكيد على حق مصر وأيضا على حق إثيوبيا في التنمية وفي التطور؟ يعني هو بالتأكيد أن مصر بتؤكد في سياستها على أهمية الوصول إلى حل قانوني واتفاق قانوني وملزم وعادل بالنسبة لهذه المشكلة اللي هي موضوع سد النهضة. مصر الحقيقة لجأت إلى كافة المستويات، وإلى يعني في تلاقي حضرتك في كافة المباحثات اللي بتعقد بين السيد الرئيس وبين زعماء وقادة العالم بتبقى هذه القضية أو هذا الملف، ملف سد النهضة، حاضرا. إذا مصر بتبذل كل ما يمكن أن تقوم به على المستوى الدبلوماسي، على المستوى القانوني. وجهة النظر المصرية الحقيقة في هذا الشأن واللي عبرت عنها القيادة السياسية المصرية، إن مصر لا تمانع في تنمية إثيوبيا، ولا تمانع في ازدهارها، ولا تمانع في يعني اتخاذ الإجراءات الإيجابية من وجهة النظر الإثيوبية، إنما في نفس الوقت ألا يكون ذلك على حساب الأطراف. على حساب الأطراف. طيب جانب آخر في هذه الزيارة دكتور إكرام، إن مصر بتقدم الدعم الفني واللوجستي والدورات العسكرية داخل منشآتها للجانب الجيبوتي. التعاون العسكري والتعاون الفني والتعاون الثقافي والتعاون العلمي قائم ما بين الدولتين. إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا التعاون المثمر والبناء بين الدولتين في زيادة يعني تطابق ربما وجهات النظر أو حتى في تحقيق الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين؟ طبعا التعاون في الأوجه المختلفة يعكس الرغبة في تدعيم العلاقات الوثيقة بين مصر وجيبوتي. أنا عاوز أقول أن مؤسسات الدولة المصرية المختلفة مفتوحة سواء لدول القارة الإفريقية أو لجيبوتي. يعني تلاقي حضرتك المؤسسات الأمنية المصرية، المؤسسات العسكرية، كليات المعاهد العسكرية فيها دارسين بيدرسوا يعني دراسات عليا في المعاهد المصرية والكليات المصرية سواء العسكرية أو المدنية. في تعاون أيضا ربما على مستوى نقول مستوى التعليم، في بعثات من وزارة التربية والتعليم ومدرسين، في بعثات أزهرية، في يعني العمل على توثيق التبادل التجاري والتعاون التجاري. في أيضا عاوز أقول إن هذه المنطقة بتحظى باهتمام العالم من الناحية الاستراتيجية والعسكرية. منطقة القرن الأفريقي. بالضبط كده. نعم. بتحظى باهتمام من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية، وفي أيضا محاولات من جانب أطراف متعددة لإيجاد أو إنشاء قواعد عسكرية أو تواجد عسكري في هذه المنطقة. من هنا أيضا إحنا بنفهم أهمية التنسيق على هذه المستويات المختلفة بين مصر وجيبوتي، سواء من الناحية العسكرية من الناحية الأمنية. وخصوصا أنا عاوز أقول إن الموقع الاستراتيجي مهم. إحنا بنتكلم عن جيبوتي تقع في القرن الافريقي، تتحكم في مناطق من البحر الاحمر، باب المندب، وده بيوصيق قضيه مهمه قوي اللي هي امن البحر الاحمر. ان جيبوتي بموقعها ده اللي بنطلق عليه الموقع الجيوستراتيجي، يعني الجيوستراتيجي الجغرافي. نعم. الاستراتيجي اللي له اهميه، وفي عديد من القضايا بقى محاطه به، يعني هي لها جوار مع اثيوبيا من جهات مختلفه، قريبة من اليمن، قريبة من السعودية، يعني البحر الأحمر. إذن هي متصلة اتصال وثيق بقضايا شديدة الأهمية وقضايا بتعني ليس فقط جيبوتي وليس فقط مصر، وإنما بتعني أيضا القارة الإفريقية وبتعني المنطقة العربية ككل. ومن هنا إحنا أيضا نستطيع أن نفهم هذا أهمية هذا اللقاء الهام بين السيد الرئيس
وبين الرئيس الجيبوتي بهدف تدعيم العلاقات الوثيقة والبناء على ما سبق، وخصوصا البناء على ما سبق التوافق عليه في زيارة السيد الرئيس لجيبوتي في العام الماضي. طيب دكتور إكرام، يمكن في لقاء القمة السابق ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي عمر جيل على أهمية العمل المشترك ما بين الدولتين، وده طبعا لتوفير الدعم اللازم وزيادة الاستثمارات المصرية وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات سواء البنية التحتية أو كافة المشروعات الأخرى. طبعا هناك تيسير من الجانبين حول زيادة الصادرات المصرية للسوق الجيبوتية، فضلا عن أهمية الإسراع بإجراءات لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي لتصدير وتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية. التعاون الاقتصادي إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تطوير وتطور هذه العلاقات؟ طبعا التعاون الاقتصادي له أهمية كبيرة الحقيقة، وبالذات في العلاقات الدولية. وإحنا دايما بنقول أن السياسة الخارجية تكون ناجحة بقدر انعكاسها على الداخل. ونتكلم عن انعكاسها عن الداخل يعني فائدة الشعبية، وده بيثير قضية العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية والاستثمار والتعاون. يعني مصر تستطيع أن تقدم إسهاماتها في مجال البنية التحتية، في مجال التكنولوجيا، في مجالات مختلفة بتدعم فيها جيبوتي. أيضا جيبوتي يمكن أن تكون أحد المنافس للصادرات المصرية وتدعيم التجارة المصرية وتوثيقها. إذن كل دي قضايا بتثير فكرة التعاون المشترك، سواء فهمناها من الناحية الاقتصادية، من الناحية التنموية، من البنية التحتية، من الاستثمار. الهدف في النهاية هو تحقيق فائدة الشعبين الشقيقين في مصر وفي جيبوتي، وهذا أيضا بينعكس إيجابا على النواحي السياسية بين الدولتين وعلى تقارب المواقف السياسية، أو خلينا نقول حتى تطابقها من كافة القضايا والمشكلات سواء التي تواجه الدولتين أو التي تواجه القارة الإفريقية ككل. نعم دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا العرض.